اول متدخل عندنا احنا المتدخلين بتاعنا ما غير رشوه ما يسرش يدخلوا طول بغير لا يعطوني الفلوس لا قفه لا حد شيء واضح بس انت تفرست على الشيء اللي عملناه واحد بالقفة واحد بالفلوس واحد بالرشوة واحد فهمت بالتليفون هاش نعمل احنا هاي يا سيدي تفضل يلا انتم متدخلين بالله الرشوه وكل شيء وكل شيء ايش نعملون هاي السوشيال وير والفرست يلا وكيف تودال سوى كفايه في الخدمه انا ادعم يا تعيس كل شيء يلا خلي زي ما بلع عليا مصباح كاميرا تصور كاميرا قالوا تصور انا فقنا بيك تمام خنشوف التسجيل خنشوف التسجيل بتاعك ماي يمكن هو تحرش بك ها ورجع في كلام يمكن هو تحرش بك يا زميل كش قلت لي انا حبيت كبير عليها انا حبيت نعاونها هاي شرطي قوم بالفعل تاعك هاي نزل الحبس هاي وري ترى هاي بتقول لي لا تمشي يا عم هاي هاي تفضل امشي تبلع فمك ما يهمكش فيها ما تمشيش تاخذ خدمتك وتسكت بلع فمك خليها تمشي بلع فمك خليها تمشي اسمع اسمع اي عايز اسمع نعرف وبرسيب تحكي معي باحترام وتقدرني وتحترم احترام يا دي واخر الدين يا هي واخر الدين احترم زميلتك تخدم معاك اما هي ما هيش زميلتي انا عارف الفوق وهي قاعد تخدم عندي هي ما تحترمها هي ما تحترمها عندك الحق لا احترام هي ما اقتنعت ولا لا اقتنعت هي عطيك ولا اقتنعت هاي سي تصفيق عليها استاذ هذا متحيل الاستاذ هذا متحيل ممكن علماني يحب كل فلوس خرجوا وجيبوا في بلاصتك ما عندكش حق تخرجني ما عندكش حق تخرج بالقانون مترسم اعطيني النميرو ترى عليه ما عنديش اخصبني في عوض اختك ما عنديش اخصبني كنجة عندك اخذ لك ما تعملش هكا كنجة عندي تو ما نعملش انا مديمو ما عنديش نعم بنت عمتك وبنت عمتك بنت عمتي عندها اخوها ابدي من نص يخسر لي هاي تحبي توضحيني تخفي كانوا دعم لا وعليش ما نحبوش ما عندناش بنت تقول لا تخفي بالسيف عليك لا ما نحبوش لا ما نحبوش عليك الرجل التحليل وكذا وكذا نحب واحد اخر وباهي نحب واحد اخر وباهي وش بيل تو ما ساهل يجي هاو باش يجي كان ما جاش تخفي ودعم هكا هاو هاي يا سيدي تراب قولي جاية بلايتي علمي باش يبدأ في بالي قولي ليها علمي باهي يا ما تنعود نقول لك المرة الجاية رانا صحاب رانا صحاب راه احكي لي اختي ما تحكيليش نا ها اختك عمك ما تعترفينيش نا عمي انت وقعد رايض عندي با يحكم فيا زين ها يا صاحبتين لا وما صارش هذيا الكل حبك انت ما نحبكش برا وحاليا تصديق عليها هاي هاي يلا هاي شوف
مش تحترم بلاصة المطاطة هذه الفنانة يلا صديقتنا باش تختار بلاصة الفنانة يلا اعطيني فرصة باش تسمع صوتي اعطيك فرصة سمعني صوتك حتى ونشوف بيه سمعني صوتك سمعني صوتك الزوالي ما يعيش شو هو الزوالي ما يعيش شو هو انت قلتي قلتي صوتك بيه سمعوني خلينا نسمعوا كيف كيف غني له شويه ترى خلي يسمع غني بما ان الفن يسقر الموهبه بما ان الفنان يسعى باش العالم كل يحيا في سلم وامان وبما ان الفن يزرع القيم النبيله وبما ان الفن يزرع الاخوه والمحبه بين الناس قررت انا باش نسمعك صوتي تفضل سمعني صوتك يلا تفضل بعد ما غنى الفنان سيد المدير مؤثر عشان تشوف والله شوف شو رايك في الحجاج بتاعك الحجاج بتاعك مقنع اقوي بالقوي ها